وكانت أكثر الخطوات جرأة وخطورة هي طلب دولة فلسطين الانتساب إلى محكمة الجنايات الدولية. أنا رحت على مجلس الأمن في 30 ديسمبر وما فشلنا. ليش؟ لأن الأمريكان مفهوم يعني، جبنا 8 أصوات، حتى كنا نجيب 9 أمريكا ظلت ورا نيجيريا حتى أقنعتها ما تصوت معنا. طيب ثاني يوم طبعا بصراحة احنا كنا عاملينها لغرض آخر، انه نروح لمجلس الأمن نفشل عال، ثاني يوم نروح على الاي سي سي محكمة الجنايات الدولية، وهذا اللي صار. المهم أمريكا قامت ولم تقعد، إسرائيل قامت ولم تقعد، كله قام ولم يقعد. شو رحنا على الجامعة العربية، قالوا لنا الإخوة في الجامعة العربية عمي أنتوا يعني كل مرة يعني لازم نتفاهم احنا وياكم، إذا بدنا نروح على مجلس الأمن معلوم لازم نتفاهم. فشكلنا لجنة هلا من 6 دول هي المعنية بأي قرار لمجلس الأمن، احنا فيها. الحراك السياسي والدبلوماسي هو أساس السياسة الفلسطينية بإدارة الرئيس أبو مازن محمود عباس. التوجه نحو العالم، التوجه نحو المؤسسات الدولية، الارتكاز إلى القانون الدولي، محاولة تجنيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، محاولة إيجاد الوطن على أساس إيجاد الدولة الفلسطينية على أساس أنها جزء من المجتمع الدولي، تكريس الحقوق الفلسطينية من هذه الناحية. فبالتالي استطاع أن يحصل على هذه الاعترافات في الأمم المتحدة، في الاعتراف بالدولة ولو أنها دولة يعني مراقب، ولكن وضعية الدولة، صفة الدولة هي قضية هامة بالنسبة لنا، وهذا إنجاز كبير. الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية يلي الهدف الرئيسي منها ليس فقط هو معاقبة الاحتلال وقيادته على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا الفلسطيني بأسر رجعي، ولا بالجرائم اليومية التي ترتكب تحت جريمة الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس، وإنما هي هذه حماية لأبناء شعبنا في للمستقبل، وقوة رادعة للاحتلال الإسرائيلي من التفكير مجددا بشن عدوان جديد على أبناء شعبنا سواء في غزة أو في الضفة الغربية والقدس. الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية ليس هو بغريزة الانتقام، وإنما هو بغريزة الدفاع عن أبناء شعبنا وإحقاق العدالة والحق لأبناء شعبنا المظلوم الذي يعني وقع تحت ظلم تاريخي منذ أن جرت النكبة إلى اليوم. إن هذه الخطوة تعني أنه صار بإمكان دولة فلسطين أن تتقدم بطلبات للتحقيق في جرائم الحرب ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية وبأثر رجعي. إنه في 16/12/2014 أصدرت الأطراف المتعاقدة السامية برئاسة سويسرا قرارا بإنفاذ وتطبيق ميثاق جنيف الرابع على أرض دولة فلسطين المحتلة. وفي نفس اليوم قدمنا مشروع قرار، بدأنا مداولات في مجلس الأمن لوضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل، أفشلته أمريكا في نهاية شهر ديسمبر 2014، فما كان من الرئيس محمود عباس إلا أن وقع على ميثاق روما. وأريد أن أوضح هنا أن التوقيع على ميثاق روما صحيح يؤهلك لعضوية فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن فلسطين قامت بعملين إضافيين. العمل الأول هي أن وقعت على المادة 12/3 من الولاية، بمعنى وقع الرئيس محمود عباس كتاب إلى مقرر المحكمة الجنائية الدولية يطلب فيها التحقيق إذا ما كانت قد ارتكبت جرائم حرب في أرض دولة فلسطين الضفة والقدس وقطاع غزة منذ 13 حزيران 2014 فصاعدا. ووقع في نفس اليوم على ميثاق عدم تساقط جرائم الحرب بالتقادم. كان ذلك أكبر من أن تحتمله إسرائيل، فهي تعرف تداعياته المستقبلية، كما تعرف أن تاريخها مع الشعب الفلسطيني هو سلسلة من الجرائم. يقول أبو مازن أمام الدورة 13 للمجلس الثوري لحركة فتح في آذار عام 2014: وأقسم بالله لو أحكي لكم شو الضغوطات اللي صارت علي فيها 3-4 سنوات الماضية، إلا يعني
تشفقوا على حالي. ولكن ولكن أنا بدي أجيب شيء لوطني، أنا بدي أجيب شيء لي. أنا عمري 79 سنة يا أخوان، 79 سنة الله خليك، ومش مستعد أنهي حياتي بخيانة. يسعدني أن أقول أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تقاوم كل هذه الضغوطات ومستمرة في خط واضح، وهو صالح القضية الفلسطينية، صالح المواطن الفلسطيني، رجال ونساء وأطفال. نحن اللي أسسنا الحركة، هذا ابننا، هذا الآن صار حفيدنا، ولد الولد أغلى من الولد. لن نتخلى عنها ولن نسمح لأحد أن يسيء إليها أو يمزقها أو يلعب فيها أو يبيعها لأي بلد في العالم. وللأمانة أنا سمعت أولمرت بتحدث وبقول أنه عرض مساحة 100% من الضفة الغربية، هذا حقيقة أنا بشهد على ذلك. عرض خارطة، قال بدي أخذ 6.5% من الضفة الغربية وبقدم في المقابل مقابلها 6.5% مناطق 48. وقال لأبو مازن مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة عشية 4 حزيران 67 كانت 6235 كيلومتر مربع، صائب علاقات بقول عنا 50 كيلومتر مناطق حرام في القدس واللاترون، بنقسمهم على بعض بتصير المساحة 6260 كيلومتر مربع. أولمرت بده يقدم لك 20 كيلومتر زيادة عشان تقول أخذت أكثر من مساحة 67. والقدس ما هو عربي عربي وما هو يهودي يهودي، وبنخليها مدينة مفتوحة. واللاجئين عرض عليه 150,000 لاجئ، 15,000 يعني قال له حق العودة للاجئين دولة فلسطين، هذا قانونك، لكن بالنسبة لإسرائيل بناخذ 150,000 لاجئ لعشر سنين، يعني 15,000 على مدى 10 سنين. فقال له أبو مازن، والله على ما أقول شيء، قال له أنا معك مش في درس رياضيات، 6215 زائد 3 صائب علاقات دخل لي يطلع لي، أنا بتكلم عن دولة فلسطينية ناجزة الاستقلال سيدة كاملة السيادة، بتكلم عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وبتكلم عن حق عودة للاجئين. قال له ايش تعطيني 15,000 سنويا؟ هذا حق فردي لكل شخص. الأمم المتحدة بتشكل لجنة وتذهب إلى كل لاجئ وأبناء اللاجئين وأحفاد اللاجئين وأحفاد أحفادهم وتسألهم، هم اللي بيختاروا العودة إلى فلسطين، العودة إلى إسرائيل، بقاء مكانك، وكل واحد مع التعويض. لأنك إذا أنت بدك مني، قال أبو مازن، يعني إنهاء الإدعاءات end of claims وإنهاء الصراع end of conflict، هاي الطريقة المتوجبة. في هذه المحطة للأمانة يعني كان صانع قرار يصنع تاريخ لشعبه ويضع النقاط على الحروف، يعني أنا بسعى للسلام وأريد السلام وطموحي هو السلام، ولكن لن يكون سلامي بأي ثمن، ما لم يكن سلام قائم على العدل لن يدوم. المحطة الثانية كانت هيلاري كلينتون موجودة، وميتشل، ورئيس أبو مازن، ورئيس الوزراء نتنياهو، جلسوا جلسة، احنا جلسنا في غرفة وهم في غرفة بعيد عنا 7 متر. فأبو مازن معاه ملف الحدود حضر، حضرين له تمام، وملف الأمن حضرين له تمام. فبيقدم نتنياهو الملفين، شو عمل نتنياهو؟ هيك بزيح الملفين في إيده هيك وبقول له هذا مش نقاش الآن، قبل أن نبدأ في المفاوضات بدك تقبل بقاء الجيش الإسرائيلي على غور الأردن لمدة 40 سنة. في دفتر عند أبو مازن هيك محاضرات، سكره وقال له انتهى اللقاء.
أنت لست رجل سلام. أجهضت الولايات المتحدة طلب فلسطين في مجلس الأمن الدولي بفارق صوت واحد، كان للأسف صوت البوسنة والهرسك، الدولة المسلمة والتي صفعت بموقفها الغريب العالم الإسلامي الذي كان من المفترض أن تعكس رغبته بالتصويت الفوري لصالح القرار عام 2011. لكن أبا مازن أخذ الطلب إلى الجمعية العامة عام 2012 الذي دخل إلى قاعتها بقلق، فقد أبلغته أوساط أمريكية أنه سيدخل القاعة وسيجدها فارغة. دخل أبو مازن إلى القاعة فوجدها ممتلئة بالوفود عن آخرها، ووسط التصفيق طلب من أعضاء المنظمة الدولية قبول فلسطين دولة عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، فجاء التصويت فوزا مدويا بأغلبية 138 صوتا، ورفضته 9 دول على رأسها إسرائيل والولايات المتحدة. لقد بدأ أبو مازن رحلة كسر المحرمات. وهكذا وبعد هذا القرار التاريخي صارت فلسطين دولة تحت الاحتلال، بما يعني أنه لا شرعية قانونية لأي تصرف تقوم به الدولة المحتلة إسرائيل في أرض الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967. لم يرتعد أبو مازن من الصراخ والتهديدات الإسرائيلية، بل إنه نقل التحدي إلى مرتبة عالية حينما وقع عشرات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية دفعة واحدة في خطوة شجاعة لم يعد بإمكان العالم التراجع عنها، ولا تستطيع إسرائيل تجاهل مفاعيلها المستقبلية. فكما قامت إسرائيل بقرار دولي هو القرار 181 عام 1947، صار لزاما على الأمم المتحدة أن تكمل مهمتها بإقامة الدولة الفلسطينية التي وافقت عليها في ذات القرار. إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإزالة الاحتلال الإسرائيلي عنها صار واجبا قانونيا على الأمم المتحدة لتحقيقه في الواقع. هذا الهجوم الدبلوماسي الجريء الذي تلاحقت مفاعيله وتداعياته بسرعة لافتة جعل ليبرمان وزير خارجية إسرائيل يطلق على أبي مازن لقب الإرهابي الدبلوماسي. فنحن أخذنا القرار اللي بعد الانتفاضة الثانية، لأن الانتفاضة الأولى انتفاضة أطفال وكانت مقبولة دوليا، الانتفاضة الثانية كانت مسلحة وكانت غير مقبولة دوليا، لأني مؤمن بأنه الطريق للحل مع الإسرائيل لا يأتي إلا بالمفاوضات والسلام. هلأ هم ما بدهمش، فإحنا حطيناهم في الزاوية. طيب هاي الفلسطينيين كنا نسب عليهم إرهابيين ومحاربين، بطلوا. طيب أنتوا ليش ما بتسووا هيك؟ هدول كذابين. لك أخي عم بقول لك أنا بفاوضك، ولا لا لا كذاب. بعدين طلعوا بنغمة علي إنه هذا إرهابي دبلوماسي. شو يعني إرهابي دبلوماسي؟ يعني بيحكي، يعني بيعمل إرهاب وهو دبلوماسي، يعني كيف؟ بدخل على الأمم المتحدة بمسدسات وبتخطف يعني؟ كيف؟ قلنا له أنا مش إرهابي، أنا دبلوماسي صحيح، بحكي بالسياسة صحيح، لكن بحكي بالسلام وأنا بدي السلام. وبصراحة هي الكلمة السحرية اللي تجعلهم في الزاوية، ما عنده حجة. فبدأ العالم يتطور موقفه منا، وبدأ يتغير موقفه منا، حتى أصبحت دول العالم تقول أي نعم إسرائيل غلطانة. هم كانوا متعودون أن يكونوا الطفل المدلل للمجتمع الدولي، ألا يضغط عليهم أحد، ألا يضعهم أحد في الزاوية، ألا يضعهم أحد في موقع المدافع عن النفس، لأنهم كانوا دائما في موقع الهجوم. هذا التحرك الدبلوماسي الذي أسموه بالإرهاب الدبلوماسي محرج لإسرائيل، محرج للدبلوماسية الإسرائيلية، ولذلك كان الهجوم على شخص الرئيس محمود عباس بأسموه أنه إرهاب دبلوماسي. أنا أقول المقاتل الدبلوماسي، المناضل الدبلوماسي، إرهابي هو الذي
يخرج عن الأنظمة والقوانين المقر بها لجميع الناس. أما الذي يسعى إلى أن يأخذ إلى جانبه وأن يكون دائما إلى جانبه القانون والحق والقرارات الدولية لا يطلق عليه لقب إرهابي. لقد أثبت أبو مازن من خلال هجومه الدبلوماسي أن إسرائيل تخشى السلام أكثر مما تخشى الحرب، ووضعها في مواجهة مع العالم بأنها دولة معتدية محتلة، بل آخر دولة احتلال في العالم، كما وضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بأن الشعب الفلسطيني هو آخر شعب تحت الاحتلال. Today the government of Sweden has decided to recognize the state of Palestine. We have decided to do so on the basis of the fact that the criteria of international law are fulfilled. There is a territory, a people and a government. Not to recognize Palestine because of the occupation would be against the principle of international law about no fruits of aggression. Remember that more than 130 countries already recognized Palestine, and we will be in fact number 135. بدت إسرائيل مكشوفة أمام العالم، ما دفع برلمانات أوروبا بالطلب من حكوماتها الاعتراف بدولة فلسطين، فبادرت السويد واعترفت بدولة فلسطين. عندما بدأ يتدخل أمريكا منذ 93 ليومنا هذا لم نشعر بأي تقدم، يعني لا هم يبحثون عن حل جدي مع الإسرائيليين أو يفرضون حلا جديا مع الإسرائيليين، ولهم يتركون الأمر لمساعدة الدول الأخرى، وهنا نتكلم عن أوروبا. الموقف الأوروبي موقف تطور من القضية الفلسطينية تطورا هائلا جدا، وذلك بالخطوات التالية. الخطوة الأولى أن أوروبا أجمعت على أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، والخطوة الثانية قررت أن منتجات المستوطنات غير شرعية، والنقطة الثالثة بدأت البرلمانات الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لأول مرة في التاريخ. طبعا نضيف إليها حكومة السويد التي اعترفت كحكومة بالقضية الفلسطينية. لو لم يكن أبو مازن رئيسا للدولة الفلسطينية لما جرى الاعتراف به من قبل هذه المجموعة التي تعدت 100 وأكثر. ولو كان في غير أبو مازن رئيس للدولة الفلسطينية لم يكن بالسهل القبول به في الأمم المتحدة. وهذا ليس شخصنا للشخص، بل فهم لمشروعه، لأن الدول الكبرى فهمت أن في أسوأ الأحوال عندما كان الكلام عن دولة فلسطينية يعني استسلام وخضوع وخنوع وخيانة، بقي على هذه الفكرة، وبالتالي ربح مصداقية ليس شعبه فقط بل أيضا الشعوب أو الدول الأخرى. والاعتراف الدول الأخرى بهذا الشعب الفلسطيني وبهذه الدولة مرده أن هناك إنسان منذ البداية إلى النهاية حمل فكرة واحدة، وبالتالي اقتنع به الجميع إن كان شعبه وإن كان الدول الأخرى. لاعتراف الدول بالدولة الفلسطينية هو اعتراف بأبو مازن واعتراف بصحة ومصداقية هذا الإنسان حول هذا المشروع. والله أنا دايما وجدت الرئيس محمود عباس عنده ضمير وعنده قوة شخصية، ويسعى دائما للصالح العام، وقام بدور بناء خلال السنوات عندما تولى السلطة، ولا يزال يقوم بهذا الدور، وأرجو أن يستمر. يدرك أبو مازن أن من حق أي فلسطيني أن يعارض أوسلو شرط احترام الشرعية الفلسطينية التي تحظى بثقة الأكثرية، لأن ذلك حق ديمقراطي لأي منظمة ولأي مواطن. وقد عارض اتفاق أوسلو
قادة منظمات وكوادر وأعضاء حتى في قيادة حركة فتح، حتى إن أبا مازن فاته يقول بشفافية في اجتماع المجلس المركزي عام 1993 إن هذا الاتفاق يحمل في أحشائه الاستقلال أو تكريس الاحتلال، إنه يحمل الأمرين معا، فإما أن نقود ونوصل شعبنا إلى الاستقلال أو نوصله إلى تكريس الاحتلال. هذا يتوقف على النهج والأسلوب الذي سنتبعه في التعامل وعلى عقليتنا في استعمال أدواتنا وتحضيرنا لأمورنا. ارتبطت حياة أبي مازن يوما بيوم بقضية شعبه منذ ولادته حتى الآن. الشعب الفلسطيني مش هو ضد المفاوضات، الشعب الفلسطيني يعني يدرك أو جزء أكثر من أدرك السلوك التفاوض الإسرائيلي، وبالتالي وصل لاستنتاج مبكر جدا أنه يعني السلوك الإسرائيلي يعتمد على الإملاءات وليس المفاوضات، وبالتالي في كل جلسة مفاوضات كان الشعب الفلسطيني بشوف المزيد من المستوطنات، الاعتقالات، الاغتيالات، الاقتحامات، الحصار، الإغلاق، وكان هذه بتعمق عنده أنه ما فيش جدوى للمفاوضات. أدرك أن الكفاح المسلح عام 1965 هو التعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني، فكان صوته في لجنة فتح المركزية الذي رجح إطلاق الرصاصة الأولى وإعلان الثورة حتى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. أنا قلت هذا الكلام لأني خايف، قلت إيد علبي كمان يمكن بعرف حطوها هاي ولا لا. ليش قلت إيد علبي؟ الأمر يتعلق بتصرفنا، كيف سنتصرف؟ هل سنتصرف بنات دولة أم فوضى؟ إذا بنات دولة حناخد دولة حتما حتما، أو حنبني دولة. وبين قوسين احنا عنا الآن كل مؤسسات الدولة كلها، يعني لا ينقصنا شيء إلا بس نقول أعلن الاستقلال، ستجدين كل شيء، القوانين والأنظمة والمؤسسات كله موجود. فإذا كنت فاهم يا أخوان، أنا بحكي بقى الإخوان أعضاء المجلس المركزي اللي هم قيادة الشعب، إذا تصرفتم صح أكيد رح تسووا دولة، وإذا تصرفتم غلط حتكرسوا الاحتلال. قادت فتح الكفاح الفلسطيني المسلح بجبارة، وقدمت آلاف الشهداء وحارست على الوحدة الوطنية في ظروف الشتات الفلسطيني وغابة البنادق التي حوصرت في كل مكان تواجدت فيه. استنتج أبو مازن مبكراً أن توازن القوى القائم العربية والدولي وفي ظل الظروف العربية السائدة لن يؤدي إلى تحرير كامل فلسطين. وهكذا وقفت الثورة الفلسطينية أمام مفترق طرق، إما المضي في طريق الثورة المسلحة حتى النصر وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وذلك مستحيل في هذه المرحلة التاريخية من الصراع العربي الصهيوني، أو القبول بالشرعية الدولية التي أقرت للفلسطينيين حق إقامة دولتهم على 22% من أرض فلسطين التاريخية، أي على حدود الرابع من حزيران عام 1967. اختار المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 الخيار الثاني، فتحول اتجاه الثورة من الجري خلف المستحيل الثوري إلى العمل لإنجاز البرنامج الواقعي البراغماتي، مع أنه يدرك أن الوصول إليه بالغ الصعوبة. كان هجوم السلام قناعة تدعمها الأكثرية الفلسطينية التي عبرت عنها بيانات الانتفاضة الأولى عام 1987. عمل أبو مازن بلا كلل لإنجاز حلم الدولة الفلسطينية، إذ لابد من الحوار مع أمريكا أولا، ومن ثم لابد من الحوار مع العدو التاريخي، وإلا مع من يصنع السلام؟ يقول أبو مازن: نحن على استعداد للتساهل في القضايا المرحلية، أما القضايا النهائية فلا تساهل فيها.
منذ انتخابه عام 2005 زار أبو مازن معظم بلدان العالم وألقى مئات الخطب شارحا أبعاد القضية الفلسطينية، موضحا بالدليل الواضح أن إسرائيل تعمل ليل نهار لتدمير أي إمكانية للسلام من خلال إصرارها على الاستيطان وتكثيفه بدون توقف، ومن خلال شبقها الذي لا يتوقف لتهويد القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، وكذلك لتقطيع أوصال الدولة الفلسطينية المحتملة بالجدار العازل والطرق الالتفافية والقمع والاعتقالات العشوائية لعشرات آلاف الفلسطينيين رجالا ونساء وصبية، وكذلك في استمرار حروبها الوحشية على الضفة وقطاع غزة الذي دمرته 3 مرات خلال 7 سنوات وتقف حجر عثرة في وجه إعادة إعماره. لقد حولته إلى سجن كبير. أبو مازن قد تختلف معه ولكنك تحترمه لأنه صاحب رأي وموقف يجاهر به ولا يلف ويدور، وهو منذ البداية كان له وجهة نظر. كان يختلف مع الشهيد ياسر عرفات، مع القيادات الأخرى في حركة فتح والساحة الفلسطينية في رأيه ومواقفه. طبعا ربما كان يعني في بعض آرائه مغامرة سياسيا، طبعا سياسيا لأنه العبرة بالنتائج كما تعلم، ولكنه كان ينطلق من منطلق قناعته بأنه هذا في مصلحة الشعب الفلسطيني، هذا من أجل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. يعني أنا متأكد أنه لم يكن ينطلق ولا ينطلق من منطلق مصالح شخصية. إن معركة العقل التي يقودها أبو مازن جعلته يكسب احترام الخصوم والأصدقاء معا، فقد كان منذ البداية ضد دخول فلسطين في المحاور العربية والإقليمية وحرص دائما على التفاهم مع الأنظمة العربية. وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر مع الحكومة السورية إلا أنه أصر على حضور قمة دمشق عام 2008، رغم أن الرئيس الأمريكي طلب منه صراحة عدم الحضور، فقال أبو مازن للموفد الأمريكي: سأكون أول من يدخل إلى قاعة المؤتمر وآخر من يطفئ الأضواء فيها. في قمة عربية في دمشق، فجاني نائب رئيس الجمهورية الأمريكي مر علي قال لي في قمة في دمشق، قال له آه، قال أنت رايح؟ قال له آه، قال لي لا ما تروحش. قلت له ليش؟ قال لي تعرف هدول أعدائنا، نظام مش عارف شو كان يسموه. قال لي أبو مازن إحنا بندفع لك في ذلك الوقت 450 مليون دولار بساعدون، مظبوط هلأ صاروا 700 بالمناسبة، يعني ما مش مننكرش هذا. بدك ما تروحش؟ قلت له بدي أروح. قال لي طيب ابعت، كان معي صائب عرقات، قال لي ابعت صائب. قلت له لا بنفعش. قال لي ابعت فلان. قلت له بنفعش. قال لي ايش يعني؟ قلت له رايح. قال لي هذا موقف ضدنا. قلت له انت حر، حسبوه مثل ما بدكم. هو راح من هون، طلعت على الجسر وعلى الطيارة حتى بشار الأسد بالمطار. قال لي والله ما صدقت انك جاي الا بعد ما فتحت الباب وشفتك. لربما قلة من الناس تعلم أن أبو مازن إنسان عنيد جدا ومتمسك بموقفه ورأيه إلى أبعد الحدود، ومن يقول أن الرئيس أبو مازن إنسان ضعيف فهو ضعيف بالإمكانات المتاحة لديه وليس بقدراته أو بكفاءاته. على الرغم من انقلاب حركة حماس عام 2007 وطرد كوادر حركة فتح وتصفية العشرات منهم، إلا أنه أكد حرصه على المصالحة في اجتماع مكة عام 2007 ولم يترك فرصة للتفاهم إلا وقت نصها. لكن حماس كانت وما تزال تماطل لأسباب معروفة. حينما اندلع ما عرف بالربيع العربي كان لأبي مازن موقف جريء خالف فيه الأكثرية وأطلق عليه ما يسمى بالربيع العربي، واعتبره المشروع الأمريكي للفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد، وهو مدخل لتقسيم الدول العربية وتسليحه للحركات السلفية الذي أعلن معارضته العلنية لها بدون مواربة. الربيع العربي مصنوع قبل ذلك في الشرق الأوسط الجديد في الفوضى الخلاقة،
وهذا مش سر، يعني مش عم نحكي أسرار، إنه الإدارة الأمريكية تتآمر على الأمة العربية. أعلنوها صراحة، رسموا الخرائط. السعودية تنقسم 5 دول، سوريا 4 دول، لبنان 3 دول، مصر 3-4 دول، موجودة على الخرائط. هذا الكلام بالتسعينات، وقالوا ما فيش فايدة إلا نعمل هذه الطريقة لنخلص من هالزخم العربي، فبدون يقسم. لكن أيضا بنفس الوقت بدون يخلصوا من الأنظمة، والأنظمة بصرف النظر منيحة عاطلة، هذه قضية شعوب ما لنا علاقة. أنا ما إلي علاقة، أنا بقولش إنه فلان الحاكم العربي لفلان عادل أو ظالم، أنا ما لي دعوة. بس مشان يبدلوا الأنظمة يبدلون بالإسلام السياسي المعتدل. هلا مين هو الإسلام السياسي المعتدل؟ بحثوا في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، فلقوا الإخوان المسلمين، قالوا هدول بغباء أمريكي إن هدول إسلام معتدل، نقدر نتعاون إحنا وياهم. وفحصوهم، أخذوهم أمريكا وفحصوهم. شو رأيكم في معاهدة السلام؟ قال إحنا متمسكين فيها، السلام الإسرائيلية. شو رأيكم في المياه؟ إحنا نحافظ على المياه. شو رأيكم؟ شو رأيكم؟ حتى قالوا له شو رأيكم في إيران؟ قال إحنا نحاربها، كانت أمريكا بدها تحاربها. فأعطوهم الأجوبة اللي بدهم إياها، فالأمريكان قالوا بس هدول أحسن ناس، إسلام معتدلين على قد الإيد. إذن هذا اللي صار. أنا من أول يوم صار ربيع عربي في تونس، ثم أظن مر على ليبيا، ثم مر على مصر، ثم مر على سوريا. وبات واضحا الآن أن أبا مازن كان بعيد النظر في رؤيته لتداعيات هذا الربيع. طبعا إحنا نظرية المؤامرة ما بحبها، بس هذا كلام في عز الأحداث في مصر. خرج ناس يقولوا أنا تدربت هون وهذا تدرب هون وهذا تدرب، ولا حد صدق، واختفوا من الشاشات. فالمشروع الأمريكي ماشي، وتقولي لي السيطرة الأمريكية، أنا بعتقد لا زالت أمريكا بيدها الخيوط تلعب بها كما تريد. إثر اللقاء الرباعي مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والسيناتور ميتشل ورئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو، وبعد العرض المستفيض للحق الفلسطيني، قالت هيلاري كلينتون: لو استمع الشعب الفلسطيني لما قاله الرئيس محمود عباس لنتنياهو بحضوري وميتشل، لهذا الشرح الوافي الذي قدمه للقضية الفلسطينية من كافة جوانبها وإحاطتها سياسيا واقتصاديا وقانونيا وواقعيا بشكل عظيم، لشعر الشعب الفلسطيني بالفخر. على الرغم من التهديدات والضغوط، إلا أن دبلوماسية أبي مازن حققت نتائج بالغة الأهمية. ففي آذار عام 2013 زار الرئيس أوباما فلسطين زيارة دولة، وانحنى أمام العلم الفلسطيني في رمزية صريحة تعني اعترافا كاملا بدولة فلسطين. إن القضية الفلسطينية تمر الآن في أخطر مراحلها، فإسرائيل تدرك أن عدد الفلسطينيين في الضفة وغزة وفلسطين 48 يكاد يساوي عدد اليهود، وبعد سنوات قليلة سيتجاوز عددهم عدد اليهود. لهذا يصر نتنياهو على اعتراف السلطة الوطنية الفلسطينية بإسرائيل دولة يهودية كمدخل لدياسبورا فلسطينية جديدة. رفض أبو مازن الفكرة من أساسها، رغم أن نتنياهو وضعها شرطا لعودة المفاوضات. لماذا رفضنا؟ في البداية لا يوجد مبرر لأن نقول الدولة اليهودية، هذا واحد. اثنين، أنا معترف بدولة إسرائيل، أنا اعترفت في الاعتراف المتبادل الذي تم في 28/9 1948
ثلاثة بين رابين وبين أبعض. بعدها ما حدش طلب مني إطلاقا إنه دولة يهودية ما دولة يهودية. فبدأت أيام هذا رئيس الوزراء دولة يهودية. أنا ليش بدك أعترف الدولة يهودية؟ قال نحن ما هي دولة يهودية؟ أولا مش دولة يهودية بالمناسبة، يعني ما فيها إسرائيل هناك الفسيفساء مش في سوريا، هناك الفسيفساء. فقلت له دولة إسرائيل لسكانها وأنا بعترف بالدولة كما هي. فقالوا لي ما هو في كلمة دولة يهودية في القرار 181 التقسيم. قلت له صح. قال طب اعترف. قلت له أعطوني 181 كله ما باخده. بيرجعوا لي قد الضفة الغربية وغزة، هدفهم شغلتين بالأساس أو ثلاث شغلات. الشغلة الأولى عندما نقول دولة يهودية يعني هذه امتداد لتاريخ دولة سليمان وداود ومش عارف إيش، وفيش رواية عربية ولا أشورية ولا فلسطينية ولا شيء، ألغيت. صرنا إحنا طارئين على البلد، مش هم اللي إجوا مبارح من روسيا ومن مش عارف منين ومن هنا ومن. صرنا إحنا اللي طارئين. هاي واحد. تنين، في 1.5 مليون عربي، 1.5 مليون عربي وعرب موجودين. طبعا هم مقسمينهم مشان يفرقوهم، هذا مسلم هذا عربي هذا درزي هذا مسيحي، ايه ما كلهم عرب هذول، هذا مش عارف ايه. بس في 1.5 مليون. عندما نقول دولة يهودية برا، هاي اثنين. ثلاثة، إذا بفكر تفكير إني أرجع لاجئ ممنوع. وبالتالي رفضنا ونرفض وسنرفض مش بس الدولة اليهودية، كمان طلعوا لي بنغمة جديدة هلا دولتين لشعبين. قلت لهم برضه ببلاش. ولا عنا معركة قادمة في مجلس الأمن، ربما يعني تعمل ضجة كبيرة، بس احنا ايضا لو بدنا نقدموا مشروع في مجلس حتى نرفضه من البداية ولن نقبل به. هذا مش تعنت. ليش؟ لاني انا قابل دولتين على حدود 67، يعني قابل ب 22% من ارض فلسطين التاريخية. انا بالتقسيم بيطلع لي 45%، شلحونا 23% في 48 وأخذوا شوي بال49 مثلث، وما بيقيلنا غير هدول أعطيهم إياها هالأرض اللي اتفقنا عليها اللي هي حدود 67 اللي فيها القدس واللي فيها حق اللاجئين. ومع ذلك فإنه يدرك أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على السلطة الوطنية وهذا التغول الاستيطاني قد حول السلطة الفلسطينية إلى سلطة لا سلطة لها على حد قوله أمام المجلس المركزي. يدرك أبو مازن أن حكومة نتنياهو اليمينية تعمل ليل نهار لتدمير السلطة الوطنية للتملص من اتفاق أوسلو ومن تداعيات النجاحات الدبلوماسية الفلسطينية المثيرة في السنوات الأخيرة. كانت عندي فرص للتحادث في الموضوع مع الرئيس محمود عباس، وأعتقد أن يعني من حظ فلسطين أن عندنا رجل من هذا النوع، لأن العقل قبل شجاعة الشجعان هو في المرتبة الأولى وهي في المرتبة لما بعدها. يعني ما يكفيش الإنسان يصدر الخطب والطنانة وكذا، لكن في الواقع لابد أن نتعامله مع الواقع اللي نحن فيه. عندما يصف قداسة البابا الأخ أبو مازن بأنه ملاك السلام، هو يرد على الجانب الإسرائيلي أنه يعني هذا الإرهاب الدبلوماسي. ملاك السلام أنه هذا الرجل جاد في إقامة سلام حقيقي ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وأنه ما يقال عنه بأنه دبلوماسي إرهابي هذا كله كلام فارغ. هو صحيح ربما أكثر يعني وصف يليق بالرئيس محمود عباس هو وصف
قداسة البابا له بأنه ملاك السلام، لأنه رغم كل الصعاب يعني هو كالمسيح يحمل صليبه على ظهره، وهو دائما ينشد السلام والأمن لشعبه، ويتحمل في سبيل ذلك الكثير من المشاق والكثير من السهام التي تناله جراء هذه السياسة. بابا الفاتيكان لم يقل أن الرئيس محمود عباس شريك في السلام، قال أنه ملاك السلام، وهذا يعني أمر مهم لدحض المزاعم الإسرائيلية اليمينية التي تدعي بأنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام. إن هذا الخطر ماثل للعيان، ولهذا يؤكد وبدون أي تحفظ: لن نكرر مأساة عام 48، لن نترك بلادنا، لن نغادر ديارنا، لن نهاجر، لن نترك هذه الأرض، لن نقتلع ثانية مهما كان الثمن. يتقن سياسة حافة الهاوي، يتقنها، وقل في العالم الثالث اللي اتقنوا هاي السياسة اللي اخترعتها الولايات المتحدة. ولكن انا برأيي انه ما وصلت اليه الامور في الشرق الاوسط وكشفت الولايات المتحدة عجزت ان تقود اللجنة الرباعية، عجزت ان تفرض عملية السلام، ان تفرض السلام كما وعد اوباما في خطابه الشهير في جامعة القاهرة، وبينت قديش امريكا مشلولة الإرادة أمام الحركة الصهيونية. إن بقاء الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ومؤسساته ومهما بلغت التضحيات سيضع العالم أمام احتمال لا مفر منه، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وسيجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها لدولة فلسطين المستقلة. منذ اتفاقية أوسلو بدأ أبو مازن أنه رجل دولة ورجل الحل، وبالتالي كان ليس من قبيل الصدفة أن يرث يعني أبو مازن أبو عمار، مش صدفة، ومش مسألة تدخل خارجي، ومش مسألة توازنات داخلية. الوحيد الذي كان يمكنه أن يكمل المشروع الفلسطيني في ظل المتغيرات التي حدثت بعد حرب الخليج هو أبو مازن، كما أنه هو الوحيد الذي يمكن أن يكمل الدولة الفلسطينية بعد ما يحدث في الربيع العربي هو أبو مازن أيضا، لأنه خياره من البداية كان خيار العقل. رئيس أبو مازن نشيطا للغاية في تواصل السياسي مع كل القوى، مع كل دول العالم، أجمع في هذا الأمر، ونعم ونجح، نجح في عزل هذه السياسة الإسرائيلية وإدانتها في كل العالم، وكسب الرأي العام العالمي، كسب الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد تقدير الشعب للرئيس أنه نابع من أنه يعني يقول له الحقيقة كما هي، ويقول الرأي بوضوح كما هو، ومن هنا كسب احترام العالم وكسب احترام شعبه. الله يعينك يا أبو مازن في هذه المرحلة الجديدة، ونرجو الله أن الثورة الفلسطينية تنجح في تخطي الكثير من الصعاب. وأبو مازن أنا دائما أقول لنفسي الله يعينه، لأنه مهماته ومسؤولياته جسيمة وتكاد تكون مستحيلة، ولكنه هو إنسان مؤمن وصبور ومثابر، وأنا أعتقد أن كل أيامه خلال فترة رئاسته وأعطاه الله العمر الطويل كانت قاسية ومريرة، ولكن بأعصابه المتينة استطاع أن يجابه ما جابهه وما زال يجابهه حتى الآن. يعرف هدفه ويحدد الوسائل للوصول
إلى الهدف. وبالمناسبة هو أيضا خير من طبق مفهوم القوة الناعمة، بدون أسلحة، بدون إمكانيات هائلة، بدون قوة نووية، بدون قبة حديدية، بدون طائرات F-16، استطاع أن بحكمته وإدارته الذكية للصراع أن ينزع الذرائع وأن يكسب دعم وتأييد العالم له، كما تجلى ذلك في المحافل الدولية. إن هذه المسألة الحاسمة تعني للشعب الفلسطيني أن تكون أو لا تكون. لهذا أعلن أمام ممثلي العالم في الجمعية العامة: إن شعبي يريد ممارسة حقه في التمتع بوقائع حياة عادية كغيره من أبناء البشر، وهو يؤمن بما قاله شاعرنا الكبير محمود درويش: واقفون هنا واقفون هنا قاعدون هنا دائمون هنا خالدون هنا، ولنا هدف واحد واحد واحد، أن نكون وسنكون.